السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مرسلين، والنهاردة هنكمل الحديث عن كيو جي اي اس، وهو برنامج مفتوح المصدر ومجاني خاص بالشغل على الجي اي اس. طيب دلوقتي خلينا نفتح مشروع من المشروعات، هقول له اوبن وهتلاقي الروابط اسفل الفيديو. مثلا المشروع دوت بدأ يفتح لي الخريطة بالشكل دوت، وهنا الليارات. تمام، دي مثلا هي اللاير اهيت. لاحظ ان احنا لما غيرناها دي خاصة بالمحيط، ممكن تيجي هنا وتبدأ تقول له انا عايزها مثلا تبقى بلو، بحيث تبقى اوقع او مفهومة اكتر مثلا. تمام، فيبدأ يغير لك اللون بتاع المحيط والبحار للون الازرق بالشكل ده. طيب دلوقتي لو انا عايز مثلا اقيس، ماشي، هل عندي ادوات للقياس؟ هتيجي هنا تلاقي ميجر لاين، هو بيبدأ يقول لك ابدأ ارسم الخطوط بتاعتك، هو بيبدأ يقيسهم ويبدأ يجمعهم بالشكل دوت. وهنا بتحدد وحدة القياس اللي انت عايز بيها، اول ما بتحدد بيبدأ يغيرها لك كلها، وهنا بيجي لك المجموع بتاعهم قد ايه، وهنا في انفورميشن عن طريقة الحساب لو انت عايز تعرف طريقة الحساب دي ولا ديت. وممكن تقول له نيو، هبدأ خط جديد بالشكل دوت. طيب دلوقتي اقول له كلوز، ممكن تيجي تقول له انا عايز احسب اريا، فبيقول لك ماشي ابدا ارسم الاريا بتاعتك اهوت. لما تخلص دوس رايت كليك، ممكن تقول له نيو او تخش في الكونفيجريشن وتبدا تظبط الاعدادات، مثلا المساحه اللي هو بيرسمها دي هتاخد انهي لون، ودرجه الدقه اللي انت تشتغل عليها، والزوم هيبقى عامل ازاي. وبعد كده بنلاقي موضوع الانجل، الزاوية، فبتبدأ مثلا تحسب الزاوية مثلا ديت، يبدأ يجيب لك الزاوية قد ايه. فدي بتفيدني في ان انا اقدر احصل على المعلومات من الخريطة. طبعا كل شغل هنا موجود هنا في عالية الليارات، فتقدر تضيف اي لير انت عايزها، او تقدر تعيد ترتيبهم، يعني ممكن تعمل سيلكت وتنقل دي تحت دي بالشكل دوت. فالترتيب هنا بيفرق، ممكن تعمل زي جروب بحيث ان انت تنظم الشغل بتاعك، جروب وتدي له اي اسم، وتقدر تسحب اللير اللي انت عايزها في قلب الجروب دوت عشان تقدر تطفي او تتحكم فيهم بسهوله. تقدر تطفي الليرات بالشكل دوت، تشيل العلامه من علامه الرؤيه. طيب دلوقتي انا حاسس ان انا عايز اضيف لير جديده، خلينا نبدا مشروع جديد نيو. تمام، عشان نقدر نركز على موضوع اللير اللي انا هضيفها دلوقتي. اقول له لير واقول له اد لير، وهضيف ممكن مثلا فيكتور لير. كل الليرات دي نقدر نضيفها زي ما نشوف مع بعض. بتيجي تقول لك بقى انت عايز تجيب الماستر منين، عايز تجيب من فايل دايركتوري داتابيس موجوده، بروتوكول اتش تي بي اس، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، والاس سكيورتي. طيب هنا encoding نوع من انواع التشفير او طريقة القراية او طريقة التخزين. طيب السورس هتيجي هنا هتلاقي الملفات هيت الباكج، مثلا نختار مثلا layer زي countries open هيت، اضاف لي layer بالشكل دوت وظهرت معايا بالشكل دوت. طبعا لو خفيتها تختفي، وتقدر تيجي هنا تغير اللون لو انت حابب. طيب المعلومات اللي موجودة هنا هي عبارة عن ايه؟ تمام، تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز open attribute table، فبيبدأ يفتح لك table بكل نقطة فيهم وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها بالشكل ده. طيب ممكن تيجي هنا برضو تقول له select feature using expression، تقدر تتحكم في ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش من خلال الجدول هنا. تمام، فتقدر تكتب معادلة، ممكن تكتب اللي انت عايزه، وممكن نبدأ نسخها مع بعض كده. اقول له مثلا انا عايز الفيلد الفلاني، وليكن مثلا الليبل هنا نفس الرقم، طب انا عايز حاجه تكون فيها ارقام مختلفه، وليكن مثلا ADM ADM اللي هي S3 هايت. تمام، تقدر تقول له بقى انا عايز مثلا القيم اللي بتساوي اس واي سي مثلا، او عايز القيم اللي بتساوي رقم معين. تمام، ممكن تقول له ليبل
ليفل رانك. تمام، قصدي ان انت تقدر تتحكم في ايه اللي يظهر معاك من خلال المعادلات البسيطه اللي انت تقول مثلا ديت اللي بتساوي وتديله قيمه معينه اللي انت عايزها. تمام، هو بيقول لك انا منتظر منك تديني القيمه، فتبدا تكتب مثلا A3، هنكتب مثلا GRD. تمام، طيب هتقول له select future، فيبدا يعمل select على الحاجه اللي انت مختارها. طيب ممكن نقول له طب انا عايز، خلينا ننزل الجدول اهوت كلوز، ممكن تقول له انا عايز مثلا من خلال الليبر رانك. تمام، ليبل رانك اهوت، ممكن تقول له انا عايز القيم اللي اكبر مثلا او اصغر من الحاجه معانا دي، نلغي كده وتقول له علامة أكبر أو أصغر زي ما أنت عايز في الأوبريشنز، أكبر من مثلا 6 أو أكبر من 5. تمام، هنا بقى تقول له بقى أنا عايز على نفس السليكشن اللي فات ولا سليكشن جديد، يعني إلغي اللي فات وإبدأ من جديد وهكذا زي ما أنت عايز. فهتلاقي إن هو عمل سليكت على الحاجة اللي أنت عايزها. طيب خلينا نقول له 6، يبدأ يعمل لك سليكت على الحاجات دي تاني، الحاجات اللي واخدة قيم القيم اللي انت مختارها وهكذا. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز القيمة دي تعمل لي زوم عليها، فيبدأ يعمل لك زوم على القيمة اللي انت عايزها. ممكن تقول له عكس لي الحاجات القيم اهيت، فيبدأ يعكس لك الحاجة تعمل لها سيلكت او ما تعملش سيلكت.